السلام عليكم. قالت مصادر تربوية أن الميليشيا أقرت فرض رسوم تسجيل على طلاب المدارس الحكومية تصل إلى 5000 ريال على كل طالب. وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي تسعى للتغطية عن نهبها رواتب المعلمين بفرض رسوم كبيرة على الطلاب. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أي مدى سيؤثر فرض هذه الرسوم المالية غير القانونية على سير العملية التعليمية؟ وهل ستحل الحكومة الشرعية مشكلة الانقسام والمطالبات بمرتبات المعلمين؟ إلى أين تمضي العملية التعليمية؟ سؤال يتجدد مع بداية كل عام دراسي جديد، لكن هذه المرة يبدو الوضع مختلفا، خصوصا بعد فرض الميليشيا رسوما باهظة على الطلاب في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. فبدلا من إيجاد حلول لمشكلة رواتب المعلمين المنقطعة منذ أشهر، ذهبت الميليشيا إلى فرض مبالغ مالية على الطلاب في صورة مخالفة لدستور الجمهورية الذي ينص على مبدأ مجانية التعليم وضرورة أن يظل هذا الحق ثابتا بلا تلاعب. مشاكل القطاع التعليمي لم تتوقف عند المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين فقط، بل كان العجز واضحا أيضا لدى الحكومة الشرعية التي لم تتمكن من الوفاء بتسليم المرتبات الخاصة بالمعلمين في تعز وغيرها من المناطق المحررة. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. بعد تعرض القطاع الصناعي ومن بعده التجاري في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي للتنكيل عبر طرق ابتزاز وفرض إتاوات غير قانونية، كثيرا ما اشتكى منها التجار في صنعاء، ها هي تعود الجبايات التي تحصلها جماعة الحوثي، ولكن هذه المرة بشكل آخر، حيث أكدت مصادر تربوية أنها أقرت فرض رسوم تسجيل باهظة في هذا الظرف بالذات على طلاب المدارس الحكومية، تصل هذه الرسوم إلى 5000 ريال على كل طالب. سابقة، وعلى الرغم من أنها لم تكن بالمفاجأة لقطاع كبير ممن يعيشون في صنعاء والذين اعتادوا أن تفرض عليهم رسوم إضافية على كل سلعة يشترونها وكل رسوم يدفعونها، إلا أنه ومع ذلك تناقضت مع حق مجانية التعليم الذي ينص عليه دستور الجمهورية من أقصى البلاد إلى أدناها. المبالغ المالية المفروضة بحسب المعلومات الأولية للمصادر التربوية لاقت موجة سخط مجتمعي كبير بعد أن تراوحت الرسوم بين 3000 ريال و5000 ريال بحسب كل مرحلة دراسية. متابعون وصفوا هذه الخطوة بالخطيرة واعتبروها بمثابة العمل على تغطية الميزانية المنهوبة لرواتب الموظفين بمن فيهم المعلمون، حيث أن موارد الدولة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا لا زالت تصل إلى خزينة الحوثيين لتمويل الحروب المفتوحة في مختلف الجبهات. التطورات الأخيرة والتي شهدها القطاع التعليمي مؤخرا في صنعاء لم تكن بمعزل عن المطالبات المستمرة للمعلمين بتسليم رواتبهم المنقطعة في تعز، والتي ما يزال معظمهم يهددون بالإضراب عن العمل بحكم أنهم ليسوا مجبورين على أداء أعمالهم دون أن يحصلوا على مرتباتهم المنقطعة منذ أكثر من عام. طالبات عديدة لسرعة إصلاح القطاع التعليمي الذي بات يتدهور وتستنزف ميزانيته وينقسم يوما تلو الآخر، ولكن ماذا تفيد المطالبات بعد أن بات التعليم وطلابه أداة من أدوات الحرب وانعكاس آخر لشكل الواقع الذي تعيشه البلاد؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ محمود أبو خليفة مدير مركز الدراسات والإعلام التربوي من تعز. مساء الخير أستاذ محمود. أستاذ محمود، في البداية، مشاكل العملية التعليمية كثيرة، لكن ما طرأ الآن هو فرض رسوم مالية باهظة على الطلاب، كيف سينعكس ذلك على العملية التعليمية؟ هذه جرعة جديدة تضيفها سلطة الانقلاب على التعليم. التعليم في اليمن يتعرض إلى تسونامي جارفة، ويتعرض إلى كارثة حقيقية تهدد مستقبل اليمن وتهدد الأجيال المتلاحقة. نحن في مركز الدراسات والإعلام التربوي رصدنا العديد والمئات من المخالفات التي دمرت العملية التعليمية أو التي تسعى إلى تدمير العملية التعليمية. نناشد المعنيين والسلطة الشرعية إلى العمل الجاد والسريع والعاجل
لإنقاذ العملية التعليمية وإنقاذ مستقبل اليمن. نعم، ما هي المخالفات أستاذ محمود التي رصدتموها وهي مخالفة وتعمل على تدمير العملية التعليمية والتربوية؟ من أهم المخالفات الحرب أو التي أدت إلى توقف العديد من المدارس، وقبل العام الماضي أكثر من 1400 مدرسة مغلقة، وهذا العام الحالي أو العام الدراسي الحالي مهدد أكثر من 13000 مدرسة بالإغلاق، وهذا يعني إغلاق العملية التعليمية ووصول العملية التعليمية في اليمن إلى مرحلة الانهيار. توقف رواتب التربويين أو توقف رواتب أكثر من 70% من المدرسين سيؤدي إلى توقف تام للعملية التعليمية، ما لم يبادر طرفي الصراع في اليمن إلى عمل حل عاجل لمسألة ومشكلة الرواتب، فإن مستقبل أبنائنا الطلاب في خطر. هذه صيحة إنذار يوجهها لكل أطراف الصراع في اليمن، وبالذات لمن تسبب في هذه الحوادث الأخيرة، ومن تسبب في إيقاف هذه العملية. الانقلابيون يطالبهم بالنهي بالتعليم عن الصراع وعن الصراع المسلح وعن الصراع السياسي. الأصل في عملية التعليم أن يكون يكون حيادي، ليس له أي علاقة بطرفية الصراع. ما لم تبادر طرفية الصراع بهذا الحل العاجل، فإن مستقبل اليمن في خطر. نوجه هذا الكلام في كل مرة وفي كل تقرير. أصدرنا 3 تقارير خلال الأعوام الـ3 المنصرمة، وكلها تنذر بكارثة تعليمية خطيرة. نعم. جدا. في تعز مقارنة بالأعوام الماضية أستاذ محمود، هل لمستم أو شهدتم أي تحسن في العملية التعليمية أم التدهور لا زال متواصل؟ التدهور لا زال متواصل، وما لم يتم صرف رواتب المدرسين فإن التدهور سيستمر والمدارس سوف تتوقف، إلا أننا في مركز التعليم التربوي لدينا وعقدنا مؤتمرات وعقدنا مؤتمر خلال الأسبوع الماضي، وكان اللقاء مثمر مع إدارة التربية في تعز. هذا اللقاء كان على أساس أسوأ الظروف، ما لم يكون هنالك صرف مرسلات فنادينا إلى عدم توقف العملية التعليمية بأي حال من الأحوال، لأن توقف العملية التعليمية معناه تهديد مستقبل اليمن، ومعناه أن نقرأ على اليمن الفاتحة وأن نقرأ على مستقبلها الفاتحة كذلك. يعني نادينا من خلال المؤتمرات والندوات الأخيرة إلى بذل العديد من الجهود والسعي لعمل البدائل ولإيجاد البدائل والمعالجات في حال عدم صرف الرواتب. لكن من منبر قناة بلقيس، قناة الأحرار، يعني ينادي ونطالب محافظ تعز إلى أن يكشف عن الجهات التي ترفض صرف رواتب المدرسين، برغم صدور أوامر رئيس الجمهورية وأوامر رئيس الوزراء بالصرف العاجل لمرتبات الموظفين في تعز. واليوم يعني قبل ساعات من الحديث الآن يعتصم محافظ المحافظة أمام البنك المركزي في عدن من أجل صرف رواتب المدرسين التي أمر بصرفها رئيس الجمهورية. نعم. وعقب على ذلك رئيس الوزراء، إلا أن إلى الآن وحتى هذه اللحظة لم يتم استلام المبالغ المرفوضة. نعم، طيب أستاذ محمود تكرم بالبقاء معنا، ونشرك معنا في الحديث من تعز أيضا الأستاذ عبد الرحمن المقطري الأمين العام لنقابة المعلمين. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. مشاكل الرواتب والمشاكل التي لحقت بالعملية التعليمية متواصلة، لكن أضيفت أعباء أخرى هذا العام، الميليشيا تفرض رسوم على الطلاب، كيف سينعكس ذلك على مستقبل العملية التعليمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه هذا الأمر، قضية فرض رسوم على العملية التعليمية، هذا مخالف للقانون، مخالف للدستور الجمهوري اليمنية، وأيضا مخالف لكل القوانين الدولية
يعني الكافية لحق التعليم والموقع عليها بلادنا. ف يعني الناس في وضع حرب لا يستطيعون أن يفوا بالأشياء الضروية، فكيف عندما يفرض عليهم رسوم يعني من 5000 ريال إلى 6000 ريال؟ هذا طبعا بلا شك أنه يعني عبارة عن إعاقة العملية التعليمية، ويعني يجعل معظم أفراد الشعب اليمني يحجبون عن تدريس أبنائهم. يعني هناك بعض الأسر لديها من الأبناء يعني 10 أو 8 أو 6. طبعا إذا كان يعني هناك إشكالية يعني اقتصادية وظروف معيشية صعبة عند الناس جميعا أو غالبية الناس، فبلا شك أنهم لن يستطيعوا أن يعني يوفروا مثل هذه الرسوم المفروض عليهم والمخالفة لكل التشريعات المحلية والدولية. نعم أستاذ عبد الرحمن، الأسبوع الأول لعودة الطلاب إلى المدارس كيف كانت في تعز؟ هل هناك يعني انتظام في العملية التعليمية أم كيف بدت في أسابيعها الأولى أو في أيامها الأولى؟ نعم، مع الأسف الشديد طبعا الطلاب الآن في بيوتهم، يعني لم تفتح إلا بعض المدارس الأهلية، وأما المدارس الحكومية فهي مغلقة يعني استمرار للعطلة الصيفية، ونتيجة لانكسار المعلمين وانكسار نفوسهم بعدم صرف مرتباتهم، فهم لم يذهبوا إلى التدريس أو العملية التدريسية، وهذا حق أيضا من حقوقهم لأنهم الآن هم في حكم المتطوعين وليس بحكم الموظف الرسمي الذي يفرض عليه، لأنه يعني مرتباتهم موقوفة منذ شهر أكتوبر العام الماضي، لم يصرف خلال هذه الفترة سوى مرتب شهر ديسمبر من قبل الحكومة الشرعية أو نصفين لمرتبين من قبل حكومة الانقلاب. نعم، وإلى أي وقت ستستمر المدارس الحكومية بإغلاق أبوابها أمام الطلاب؟ أنا أعتقد أن إذا كان هناك خطوات متسارعة مع صرف المرتبات يعني من قبل الحكومة الشرعية فإنه ستعمل على معالجة هذه القضية، لأن الناس يعني قد شبعوا من الكلام وشبعوا من التوجيهات، وبالتالي الحل أن تصرف مرتبات المعلمين حتى تستقر نفوسهم ويذهبوا إلى المدارس، لكن بدون صرف المرتبات فأعتقد أن ستظل المدارس مغلقة، وهذه مسؤولية تقع على الحكومة الشرعية التي لم تعز رغم الحرب والحصار أي اهتمام في هذا الجانب. نعم، طيب هل تلقيتم وعود من الحكومة أستاذ عبد الرحمن بصرف الرواتب الخاصة بكم أم هي ربما وعود كالتي سبقت؟ والله هي وعود كما قلت، يعني كثير من الوعود، وهذه الوعود ليست وعود فقط يعني سفهية لكنها وعود مكتوبة، وكان طبعا آخر هذه الوعود أو آخر هذه التوجيهات توجيه رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2017 والذي يعني لم يرى النور حتى الآن. طبعا في هناك تحرك في اليومين الماضيين عندما التقى رئيس الوزراء بمجموعة من الإخوة الذين نزلوا يمثلوا النقابات ويمثلوا ساحة الاعتصام، لكن هناك أيضا بعض العراقيل، يعني المؤمل كان أن يصرف مرتب شهر على الأقل للتربويين وشهرين لبقية الموظفين الذين لم يستلموا في شهر ديسمبر العام الماضي، لكن إلى الآن هناك من يقف حجر عثرة أمام صرف مرتبات معلمي وأيضا موظفي تعز. لا ندري طبعا يعني ما الذي يحصل، توجيهات رئيس الجمهورية ثم توجيهات رئيس الوزراء ثم توصل هذه التوجيهات إلى البنك وبعد ذلك إيش، لا ترى طريقها إلى النور. نعم، طيب تكرم البقاء معي أستاذ عبد الرحمن، أعود لي الأستاذ محمود. أستاذ محمود، كان هناك أيضا في ضمن الوقفات الاحتجاجية من يشتكي من المعلمين الذين لم تصرف رواتبهم بأنهم لم يستطيعوا حتى إدخال أطفالهم إلى المدارس ودفع الرسوم وتجهيز حقائبهم المدرسية. كيف يعني سيتجاوز المعلمين الذين هم أصلا بلا رواتب لهذه المحنة التي تعرضوا لها؟ المعلمون مثلهم مثل بقية كمثل بقية أفراد شرائح المجتمع، يفتقدون حتى لقمة العيش. يعني تصور أنه في مدرسين لا يستطيع أن يوفر لقمة عيشه على مدار اليوم، فكيف يستطيع أن يوجد متطلبات الدراسة ومصروفات المدرسة؟
هذه المعلمون العمليه التعليميه يعني تعيش او المعلمون يعيشون بين مفرقه العجز الحكومي وسندان الانقلاب الحوثي. لا عضو للحكومه ابدا، لا عضو للحكومه الشرعيه ابدا في عمليه ايقاف رواتب المدرسين في المناطق المحرره وغير المحرره وغير المحرره. الاصل ان المدرسين والمعلمين تبقى رواتبهم مستمره. نعم. تستمر العمليه التعليميه. برأيك إذا لم تصرف الرواتب أستاذ محمود، ما الذي يعني سينعكس على العملية التعليمية أو ما الذي سيحصل لها؟ بالطبع أكيد أن المؤكد أن العملية التعليمية سوف تتوقف في اليمن، وإن كنا نادينا بأن يبذل المعنيون وأن يسارع المهتمون وأن تسارع الجمعيات والجهات والمؤسسات والمنظمات إلى دعم العملية التعليمية بقدر المستطاع حتى لا توقف العملية التعليمية، إلا أن الواقع يقول أن العملية أن التعليم سوف يتوقف ومهدد بالتوقف. من هذا المنبر ينادي الجمعيات المهتمة والجمعيات والمنظمات العالمية إلى الضغط، أو منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المتحدة إلى الضغط على 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 الإنقلابيين وعلى حتى على الحكومة الشرعية لصرف رواتب المدرسين والمعلمين وصرف رواتب بقية موظفي الجمهورية وبقية موظفي محافظة سعد حتى يستمر التعليم ويستمر الحياة المعيشية للمواطنين. المواطنين بشكل عام من ضمنهم المعلمون يعيشون في مرحلة في نجاعة حقيقية، يعيشون يعني مرحلة لم يعيشوا مثلها منذ عشرات السنوات. هذه المرحلة وهذا الوقت الكل يعرفه. طيب استاذ محمود، انتم في المركز بالتاكيد تتابعون وتبحثون وترصدون كل المشاكل التي لحقت بالعمليه التعليميه. اذا ما استمر وضع المعلمين بلا رواتب، هل هناك خيارات مفتوحه امام العمليه التعليميه او المسؤولين على المنظومه التعليميه لتجاوز هذه الازمه ويعني البحث عن حلول اخرى ممكن تستمر وتؤدي إلى استمرارية العملية التعليمية وعدم توقفها؟ قبل الأسبوع الماضي كان في معنا عقدنا مؤتمر بالتنسيق مع مكتب التربية في سعيد وبعض الجهات المعنية في التعليم، وكان الاتفاق على أن يتم الإعلان عن بدء العام الدراسي مهما كانت الظروف حتى وإن لم تصرف الرواتب، ودعوة المعلمين الراغبين بالعمل الثوري لتوظيف المدارس وتغطية العجز المتطوعين. كما كان من ضمن الحلول أن تلزم السلطة المحلية في سعيد بتخصيص جزء من إيرادات المحافظة لصالح التعليم وتوفير المناح المناسب حتى لا تتوقف العملية التعليمية أو حتى يكون هنالك خير في التعليم حتى ولو بالحد الأدنى. كما دعونا أو كان من ضمن الحلول تفعيل دور مجالس الآباء المستمدين للجان المجتمعيين والتجار والمنشورين الإنسان في دعم المعلمين والبحث عن حلول. لا أشك أن يكون هذا منطقنا، أن يكون هذا المنطق بهذه الصورة، وأن يعني نتوسل إلى الناس ونتوسل إلى التجار بدعم العملية التعليمية، لكن هذا السبب يعود إلى عجز الحكومة الشرعية عن 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 وفائها بالتزاماتها وفائها بوعودها، كما هو يعني بسبب اصرار وعناد واجرام الميليشيات الانقلابيه التي دمرت يعني كل ما هو ما يدعو للحياه في هذا الوطن ومن ضمن التعليم. شكرا جزيلا لك مدير مركز الدراسات والإعلام التربوي محمود أبو خليفة، كنت معنا من تعز. وعودة إلى الأستاذ عبد الرحمن المقطري الأمين العام لنقابة المعلمين. أستاذ عبد الرحمن، أنتم في نقابة المعلمين على الأقل في تعز، موقفكم هل ستستمرون في عدم فتح المدارس وعدم عودة العملية التعليمية إضراب متواصل، أما ما الذي بأيديكم أن تعملوا؟ الحقيقة أنه كما قلت أن إضراب هو السمار كان لل يعني إغلاق المدارس منذ الصيف، وهذا طبعا يعني يؤسفنا كثيرا، لأن يعني حقيقة نريد لهذا الجيل أن يتعلم، واستثمارنا هو في هذا الجيل. وإذا كان التعليم ضائع من يعني عندنا في اليمن أو متأخر، فلا نحب أن يعني أيضا أن تغلق المدارس هذا العام، لكن يظل الإضراب واحد من الخيارات. نحن حتى الآن لم ندعو إلى إضراب بالمناسبة،
لكن دعونا إلى تفعيل الاعتصام الموجود جوار مكتب التربية في ساحة الحرية والحقوق. نحن نطلب من جميع الإخوة المعلمين ومن جميع الموظفين المشاركة بالإعتصام ضمن فعالية اللقاء الموسع. وهناك طبعا خيارات كثيرة من أجل مطالب الحقوق، وإلا نحن ندرك المخاطر التي يمكن أن يعني يتركها إغلاق المدارس ويعني عدم تنفيذ العملية التعليمية، لأنه في هذه المرحلة بالذات الطلاب طبعا عشرات الآلاف من الطلاب على سبيل المثال في المدينة ستتقابل بهم كثير من العصابات المسلحة وأيضا عصابات الانحراف وغيرها، وبالتالي سنجني مستقبلا طبعا وبسبب يعني إهمال حكومتنا الشرعية الكثير من المصائب. نعم. وبالتالي حقيقة نحن حتى الآن لم ندعو إلى الإضراب، لكننا لا نجبر أي إنسان لا يريد أن يذهب إلى المدرسة للرئيس أو يعمل، لا نجبره على أنه يذهب لأنه هو الآن في حكم المتطوع. وبالتالي زي ما ذكر الأخ محمود أيضا نحن نشجع عقد مؤتمر عام حول التعليم تساهم فيه كل الجهات ما فيها السلطة المحلية ومجالس الآباء وغيرها من أجل يعني استمرار العملية التعليمية. وكما قلت يعني لو أن هناك بشارات قريبة أو يعني فعلية وعملية فيما يخص صرف المرتبات فإن المعلمون تلقائيا سيذهبون إلى مدارسهم. نعم، كان هناك تصريحات لرئيس الحكومة بصرف راتب شهر لمعلمي تعز، إلى أين وصلت هذه الإجراءات؟ هذا طبعا كان مفترض أن يتم هذا اليوم، لكن إلى الآن هناك طبعا تجاذبات. الكريمي مثلا الكريمي يقول انه لم يستلم سوى نصف يعني المبلغ المخصص لمحافظه تعز، وانه غير مستعد ان يقرض الحكومه. وكما طلب ايضا يعني حسب ما سمعنا طلب تامين لهذه ايصال هذه المبالغ. وعلى كل حال نحن يهمنا الحكومه، يهمنا مصرف الكريمي وغيره، لانه هو طبعا في الاخير هو يعني تاجر او صاحب شركه، لكن لا يهمنا أن تعمل الحكومة الشرعية بشتى الوسائل على إيصال مرتبات الناس إلى يعني أماكنهم بأي طريقة كانت، وهذا واجبها الدستوري والأخلاقي والإنساني، وبالتالي عليها أن تتخذ كافة التدابير لصرف هذا المرتب. وأنتم طبعا قد جاء في المداخلة حق الأخ أنه يعني محافظ محافظة معتصم بسبب هذه القضية، ونحن لا نريد أن يعني تكون هكذا يعني مجرد يعني انه يجعل المعلمين يستبشرون ثم يعني يكسروا نفوسهم مجددا كما حصل في صرف مرتبات الدفاع السابقه خاصه الدفعتين الثانيه والثالثه، يعني اخذت شهور طويله ما بين التوجيهات وما بين التنفيذ لهذه التوجيهات. فنحن ومعنا ايضا كل المعلمين يعني يخشون مثل هذا الأمر ويطالبون بصرف مرتباتهم من الدولة، وعليها اتخاذ كافة التدابير نحو صرف هذه المرتبات وبدون تأخير.